وهي أحبتي في العالم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كتير منيح. انت عم تشوفوا فيديو اليوم، اليوم بدي رح يكون عن قصة مفاجأة عائلة فقيرة. هذا الفيديو في بنت طلبته مني. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا الفيديو لايك كتير كبيرة، شير لكل حدا بتعرفوه، سبسكرايب عشان ما تضيع الفيديو، بنزل على القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلكم أول إشعار، أول ناس تكونوا من بيشاهد فيديوهاتي. ولا تنسى هاشتاك حمد توصيل القصة اللي عبال 100,000 مشترك. بحبكم كتير ويلا نبلش. أمي لقد ملينا من أكل البيض. نعم يا أمي لقد ملينا كثيرا. أصبروا يا أولادي، إن شاء الله في المستقبل بعد أن نحوش نقودا سوف نشتري طعاما لذيذا جدا، وسوف نأكل منه كل يوم، من كل يوم من أكلة جديدة. إن شاء الله إن شاء الله يا أمي. حسنا الآن أصبروا وكلوا هذا. زوجتي زوجتي، أهلا وسهلا يا زوجي، ماذا حدث معك؟ لقد استطعت، لقد بعت بوي، بيعت كل مبيعاتي وفقط حط 5 قروش. إنه جيد، حسن سوف أذهب والآن إلى المتجر وأشتري حلوى لأبيعها بسعر أغلى. حسن يا زوجي، إن شاء الله يباع منك كل شيء. إن شاء الله يا زوجتي، نستطيع أن نجمع ونشتري الطعام لنا. إن شاء الله يا زوجي. حسنا أنا ذاهب الآن. أتمنى من الله أن أستطيع أن أجمع مالا كثيرا. يا إلهي، ماذا سوف أشتري بال5 قروش؟ لا أعلم. حسنا لا بأس، سوف أخذ من هذا بما أنه بنصف قرش. هؤلاء الأربعة بقرشان، سوف أشتري من هذه، إنها بقرش واحد. 3 قروش، 4 قروش، 5 قروش، أعتقد أن ذلك يكفي. كم الحساب؟ لحظة صغيرة. وهذا وهذا 5 قروش. حسنا تفضلي. شكرا. عفوا. الآن سوف أذهب وأحضر كل شيء حتى أبيع هذه المبيعات. الحمد لله لقد أتت المدارس حتى يمر الآن الأولاد ليشتروا. يا إلهي أمل ذلك. الآن سوف أبقى، وأعتقد أنه إذا لم تبع تلك المبيعات سوف أبيت ليلة هنا. يا إلهي أتمنى أن تبعت كل تلك المبيعات. وعند مجيئي آخر الدوام في المدرسة. كيف حالك يا عم؟ نريد أن نشتري منك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بكم هذا؟ إنه بقرش واحد. تفضل. شكرا لك. هيا هيا شقيقاتي، سوف أنتظركن هنا. حسنا وأنا أيضا أريد مثلها. تفضل. شكرا. عفوا. وأنا أيضا مثلهما. وأنا أيضا مثلهما. حسنا شكرا شكرا لكما جزيلا. هيا لنذهب. انتظر قولك. أريد أن أشتري شيئا آخر. ماذا أيتها الفتاة الصغيرة؟ أتخافين؟ ابتعد عن وجهي. ابتعد عن وجهك. حسن هاتي هذا. عمي ساعدني انه اخذ قرشي. يا شباب انتظر انت هنا. ومن انت لتقول لي انتظر؟ انا سوف اذهب. هيا تعال هنا، هذا القرش. هيا اذهب، ولا اريد ان اراك مرة اخرى في هذه القرية. لا اريد، اذهب من هنا. إله من رجل غريب. تعالوا. لقد طردتهم لك، وتفضلي هذا هو قرشك. بما أنك أنقذتني وأخذت قرشا منهم سوف أعطيك إياه دون أن أشتري شيء. لا يجب عليك أن تأخذي شيئا يا صغيرتي. لا أنا بالطبع لا كنت لا أريد. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. عفوا تفضل. وأيضا شكرا جزيلا لك. هيا يا فتيات لنذهب. الحمد لله لقد جمعت 5 قروش، وهنا أيضا 3 قروش، سوف أجمع 8 قروش. الحمد لله إنه أكثر، وأشتري أيضا أشياء أخرى. وعند حلول المساء
لقد حل المساء وأنا لم أبيع تلك المبيعات. حسنا، لا بأس، سوف أضعها هنا وسوف أنام هنا الليلة. هيا أنتظر أي أحد ليأتي. أشعر بالناس. هي لهم رجل فقير جدا ومسكين، وأيضا نائم في الشارع. سوف أضع له هذه وفيها ورقة 10,000 دولار، وسوف أراقبه طول الليل لأرى هل سوف يأتي أحد ليسرقها أو لا. سوف أبقى هنا أيضا معه، ولأقول سوف أذهب. وعند حلول الصباح، من الساعة 5 صباحا، يجب علي أن أبيع المبيعات. ما هذه الحقيبة؟ أعتقد أن هناك أحد أقدسيها. لأرى، ما هذه الورقة؟ السيد مارتشل، هدية مني لك، إنك رجل فقير. 10,000 دولار؟ هذا خبر سار. عائلتي، أين أنتم؟ خبر سار، هناك رجل تبرع عليه ب10,000 دولار، لكن يجب علي أن أرى ذلك الرجل. نعم، يجب علي أن أرى ذلك الرجل. انتظر انتظر، مارتشل، أهذا هو جارنا؟ يا إلهي، حسنا حسنا، شكرني يا إلهي، سوف أخبر زوجتي وثم أذهب له. زوجتي، 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 ماذا حصل لك يا زوجي؟ انظري، قد أحدث وخبر صار، هناك رجل جارنا مارتشل لقد تبرع لي ب10,000 دولار. ماذا؟ 10,000 دولار؟ هذا مبلغ كبير يا زوجي، ونحن نستطيع العيش به لمدة سنوات. ما هذا؟ الحمد لله، الحمد لله، لقد كنت طول اليوم وأدعي وأصلي أن يأتي ذلك اليوم. الحمد لله يا زوجي. حسنا، أنا الآن سوف أذهب وأتشكره على هذه الهدية، سوف أذهب لأرى. حسنا يا زوجي، أتمنى ذلك. الحمد لله، أنا سوف أذهب. يا لي من شخص سعيد جدا. السيد مارتشيل، أعتقد أن هذا هو الرجل الفقير حسب صوته. سيد مارتشيل، شكرا جزيلا جزيلا، شكرا جزيلا لك على هذه الهدية. لا شكر على واجب، لقد نظرت أنني أنا في غاية كبرى ومعي الكثير من المال، فقلت لما لا أتبرع لناس فقراء. لا تحزن لك مني، لماذا أحسن منك وأنت أعطيتني هذا المبلغ الكبير الذي يمكن أن يعيشني أنا وعائلتي لمدة سنتان. أشكرك جدا، أشكرك جدا، أنت أفضل شخص قابلته بحياتي غير عائلتي وأولادي. شكرا لك أنت أيضا، لأنك جعلتني سعيدا ومطمئنا بعد ما فعلته لك. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. العفو، حسنا، هيا إلى اللقاء، إلى اللقاء. الحمد لله. وبعد مرور سنوات، لقد ملت من الدراسة. لقد أنهيت دراستي. هيا يا أولاد، هيا يا زوجي، تعالوا لنتغذى في الحديقة. حسنا، هيا سوف نأتي يا أمي. وبس هيك حنكون وصلنا هذه الحلقة، بتمنى تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. إذا حبيتوا ما تستعطوا الفيديو لايك كتير كبيرة، شير لك الحلو تعرفوا، سبسكرايب كمان عشان ما تضيعوا أي فيديو بنزله بقناتنا. بحبكم كتير، وما تنسوا هاشتاج حامل توصيل قص الألعاب لـ100,000 مشترك. ويلا سلام.